بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة وقد عبر جلالة الملك المفدى أيده الله في البرقية عن خالص تهنيه بمناسبة فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية مشيدا جلالته رعاه الله بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده على الدوام من تطور ونمو في العديد من المجالات